عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم ألف خير ونعمة اليوم جيتكم بروسيتي ياسر نحبوها في سيدي رمضان وهكا ديما نشريوها من برا أما ما نعرفوش كيفاش يخدموها دونك اليوم جبت طريقة سهلة برشا هكاكا تعملوها في دياركم نظيفه وخاصة تعملوها باللوز وتجيكم روعة في البنة نوتكم ولا مع كويس هكا بعد شقال الفطر باللوز ولا بالككاوية ولا بالبندق اللي كاتب من ربي ولا زادة مع قهوة عربي جي ياسر ياسر ابننا اليوم روسيت بنعطيكم لكم تعملوا الشحور من الاول للاخر والاسرار كل باش جيكم كتجيكم اهريست لوز لوز ذو في الفم نمشي مع بعضنا تويكا من غير ما نطول عليكم الاول حاجه باش نبداو بها وهي سر نجاح الوصفه زاده الشحور بالنسبه للمكونات انا باش نسحق كيلتين سكر عليهم كيلة ماء انا كل كيلة فيها 300 غرام سكر دونك 300 غرام سكر منه و300 غرام ستة 600 معاهم كيلا ماء نفس الصحفة اللي كينا بها سكر ومعاهم اشتر الكعبة قارس دونك شني باش نعمل تويكا باش ناخو كاسلونا متاعي اللي انا باش نطيب فيها الشحور نصب فيها كمية السكر الكل ونزيدو عليهم كمية الماء ومن بعد باش ناخدو القارصه متاعنا وباش ناخدو كان اشتر اكهو ما نحطوش الكل الكعبة كلها على خاطر راهو ما يزمش يجي فيه برشا قارصة ما كيش يجينا بعد يبس ناصر القارسه نتاعي بتبيعها بالطبيعه اذا كان القارصة صغيره وما فيهاش جو تعملوا كعبه كامله انا هنا علاش حبيت نوريكم هكا باش تعرفوا قداش الكميه نتاع القارسه نحيوك القلوب هذوك نتخلصوا منهم خاطر آه من بعد الشحور نتاعنا ونصبوا الجو اكاو نتاع سيترون اوكي حسب التقريب حبيت نوريكم قداش حطيت كميه سيترون ونحركوهم هذوما الكل ونخليهم يطيبو طبيكة على نار سلة سلة دوب ما يبدا يغلي الشحور نحسبو عشرة دقايق ونطفيو عليه النار نجيو طبيكة بالنسبة للمكونات نتاع ليست اللوز نتاعنا عنا 600 غرام سميد متوسط السميد نتاعنا يكون ليه خشين ياسر وله جويد برشا يكون في القوام هذيا هني فيزيد نقربلكم أكثر البلاتو نتاعنا اليوم باش يكون ثلاثين على 25 وعشرين هنا عندي 140 وأربعين مليلتر زيت نباتي بالنسبة للماء عندي 130 ملل ماء يكون عادي ماذا ماء معدني بالنسبة للحليب عندي 140 ملل حليب قد الماء قد الحليب قد الزيت بخيسك بالنسبة للسكر عندي 70 جرام سكر حبيبات اللي هنا عندي ماء عطرشية باش نفوح بيه راهو يسري بنالي باش نعمل 20 ملل انا يعني عندي زادة اللوز انا عملت انواع اللوز ثلاثة وانتم تحطوا اللي تقدروا اللوز هذايا اللي مهروش باش نحطوه من فوق هذا اللوز ماهوش ياسر مرحي وما هوش ياسر مهروش باش نحطوه من بعد من داخل تنوريكم كيفاش باش نعملو واخر حاجة هذية بالنسبة للوز المرحي على الاخر باش نعمل سبعين جرام باش نحطهم ونخلطهم مع السميد اذا كان مش متوفر عندكم اللوز وإلا غالي نجمو تستغناو عليه اخر حاجة عشرة غرامات خميرة جاتو نمشيو طريقة التحضير باش ناخذو صحفة يكون واسعة نحطوا فيها السكر من بعد نكمل نحطوا عليها الماء يكون ماء بارد عادي يعني ماهوش لا سخون لا لا حتى شيء يعني ماء ماذا وخاصة خاصة معدني من بعد نكمل نزيدو عليه الحليب ونزيدو الماء العطر شيء هاذوما توا باش نحركوهم باش هكاكا نذوبو الحبيبات نتاع السكر كلهم ومن بعد باش نكمل نزيدوا بقية المكونات اللي هما الزيت النباتي وباش نكمل من بعد نزيدوا اللوز انا يعني باش نزيدوا اللوز اللي هو مرحي على الاخره كما قلت لكم انا حطيت 70 غرام من بعد نتوما تحطوا الكميه اللي تساعدكم واللي متوفره عندكم دونك اذا ما توا باش نخلطهم الكل مع بعضهم هكا لين الكلهم خليت الجنس وباش نكمل نزيد طريقة السميد نتاعي بالنسبه للسميد ديما نزيدوه على ثلاثه مراحل باش كي نتاكدوا اللي احنا الخليط نتاعنا هذاك هو اللي نحبوا نستولوا القوام نتاعو نزيدو خميرة الجاتو وطويكة باش نبدا نحرك شوفو كيفاش من الاول نحركو ونحاولو نحيو كل كعاب هذوكم الكل نتاع خميرة الجاتو ومتاع السميد نحركو مليح مليح ومن بعد نكملو نزيدو بطبيعتنا كيما تراو الخليط متاعنا مازال جاري دونك باش نكمل نزيد المره الثانيه ونخلط ديما كيف كيف بالفوي هنا ايتاب مهمه ياسر ردوا بالكم تخلطوا ياسر ياسر باش كا السميد ما يصيبش اللي جلوتين نتاعو ومن بعد راسينا ما بعد الهيسه الحلوه نتاعنا ولا الهيسه اللوز ما تجيناش جاريه سامحوني ما تجيناش كيما الخبز يعني تولي عاقده فوالا دونك هنا كيما تراو ال الخليط نتاعي مازال جاري زدت عليه السميد البقيه الكلها وباش نخلط هنا كيما تراو اللي راهو المكونات قد قد يعني مضبوطين على الاخر نخلطوها كيما هكا وهذا هو القوام تحصلنا عليه كيما ترى ما نخلطوهاش ياسر دوب ما نحركوها اكهو خاطر سينو اذا كان السميد كما قلت لكم اه يخرج الليتين نتاعو راهو تفزدنا له رساله حلوه ما من بعدها شوشه فوالا هنا نحب نقرب لكم باش تراو كيفاش يكون القوام ليه هو جيري يسر وليه هو عاقد طيب باش نجيب البلاتو نتاعي كيما قلت لكم 30 على 25 سنتيمتر هذا بلاتو ليه هو كبير ياسر وليه هو صغير تعطيكم كمية مستحبة أكيد تكون ما شاء الله تاكلوا بالصحة والراحة باش ناخذ شوية زبدة ذوبتها ندن بها البلاتوم تاعي هو راهو اون جينيرال ما يشدش على خاطر بركلة الهيصه الحلوة ولهيسة اللوز ما يشدوش في البلاتو أما احنا نحط الزبدة باش هكاكا نتأكدوا اللي حتى شي ما يشدنا من بعد نحطوا طويكا شتن الكمية متاع هيصه اللوز متاعنا وباش هكا نحاولو نتحرحوها على كامل البلاتو متاعنا اليوم الكمية التي لكم في البلاتو هذي ما تجيكم شريسة حلوة, هريست حلوة ياسر عالية وما تجيكمش ياسر هكا جيدة تجيكم مستحبة كيما اللي ناخذوها من برا بالضبط نحاول هكا نستويها على حرف الكل ونحاول هكا نعملها لو ماكسيموم تكون قد قد باش ما بارتي أعلى من بارتي وفي المرحلة هذه راهي هي اختيارية انا حبيت نحطها باش كيكا دي تعطيني القرميشة للهريسة اللوز متاعنا باش نزيد كمية صغيرة من الهري من اللوز يكون مهروش شوية بركة يعني فريمون ما تكون الشاكل يخشين كما باش نحطو من فوق وما يكونش مرحي على الاخر بين البنين ونحاول هكا نطرحوها على الاجناب الكل تنجمو ما تحطوهاش تعملوهاش الاطابه هذه اما راهي تزيدها ياسر بنه وتجي فيه قرميشه ياسر ياسر بنينه دونك نحاول كي نحطو في الجناب الكل كيما مليتو راني ما استحقيتش حتى اكثر من أربعين أه غرام فريمون كميه صغيره هكا جسما نحطها نحطوها في البلاتو يعني تكون كوش فين برشا ما نحطوش كميه كبيره خاطر ديجا حطينا اللوز في وسط العجينه نتاعنا وطبيعي باش نكمل نجيب شطر الكميه الثانيه ونحطو فوق اكل اللوز هذاك ونحاول نطرحوها على جناب الكل قد قد ماذا بينا كي نبدو نخدمو فيها نخدموها بشوية بشوية خاطر اللوز باش يلصق في العجينة ما يقلقش نحاول هكا نطرحوها بسباتول وإلا بمغرفة عادية نطرحوها نوسع بينا لين نطرحوها على البلاتو الكل وكما نوصيكم لازمكم تعملوا لو ماكسيموم باش تكون الكلها قد قد ما تكونش يعني بارتي اعلى من بارتي فوالا دونك نكمل طويكة نحل هكايا العجينة متاعي الكلها ومن بعد باش نوريكم شني باش نعملو وهنا كما قاعدين تلاحظوا سي كملت حاجتها وكحليتها الكلها، وسي ما عادش في الكوش متاع اللوز نحاولوا هكا ننزلوا بالسباتول متاعنا باش كي كانت اللي كل شيء مستوي وقد قد توا اخر حاجه قعدت لي باش نجيب الزبده اللي قعدت لي شويه من قبيله وندهن بها العجينه متاعي من فوق هذيك من بعد باش تعطيها بن سبيسيال وخاصه تعطيها اكل حموريه المزيانه نتاع اللوز ندهنوها الكل كي من فوق من نكثروش يعني نحطوا كميه صغيره مش كميه كبيره هنا تنجموا تزينوا بكعبه لوز اما انا باش نزينها باللوز المهروش الكيكه كل مغرفة تاخذوها متاع هريسة اللوز تلقاو فيها اللوز المهروش ومن بعد لكم الاختيار نجمو تعملو كعبة كعبة لوز من فوق ولا تنجمو متحطوش لوز جملة كيف كيف راهي تجيب بنينة على الأخر دونك نحاول بعد ناخو اسباتيول ننزل مليح باش أكل اللوز متاعنا يلصق بالكدا في الزبدة وفي السميد متاعنا وهكذا نكونو وصي كملناها كي مريتو سهلة على الأخر ما فيها حتى شيء وتجيكم بنة على بنة توا آخر إتاب باش نعملها باش ناخذ السكينة متاعي وباش نقص الأبراج متاع الهريسة اللوز متاعنا إتابة ذي مهمة على الأخر على خاطر من بعد كي باش نحطو الـ 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 الشحور أكيد كي الخطوط ذوكم اللي قصيناهم والشحور يدخل دائم من داخل وتجينا من بعد الذوب في الفم دونك نحاولو نعملو أبراج ما يكونوش ياسر صغار وما يكونوش ياسر كبار فوالا كيما هاكا كيما تلاحظو ومن بعد طبيكا مقعد لي كان باش نسخن الفور تاعي على 180 درجة يكون المروحة تدور وإلا يشعل من فوق ومن لوطا على 170 وسبعين إذا كان المروحة تدور حطوها على 180 وثمانين وإذا كان يشعل من فوق ومن لوطا حطوها على 170 وسبعين لمدة ساعة كاملة نجيو طبيكا بالنسبة للشحور نتاعنا هذا هو القوام نتاعو خليته برد في عقله سي ما تراو فيه هاو برد وأمور واضحة وهذا هو القوام اللي سيكون عليه وهذا بالنسبة للهريسة الحلوة متاعنا حضرت وخرجت حمراء تبارك تعمل الكيف مقعد لي كان باش نصب عليها الشحور وهو بارد والهريسه وهي وهي سخونه بعد من بعد ما نشبعوها مليح بالشحور لازمها تكون غارقة في الشحور باش كي بعد جيكم معسلة وبنينة وشوفوا تبارك الله هنا قصيتها لكم خليتها بردت فعقلها عقلها وبالحق لين شربتك الشحور ذيك الكل وشوفوا البرد تبارك الله كي تقصوه كيفاش يجيكم يعمل الكيف راهي بلي نقول لكم بنينة وشوية ذوف الفم هكا مع كويس تاي نمتكم ولا نشهيكم بعد شقا الفتر دونك هي كما يتوصفتنا لليوم ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نالت رضاكم ما تنسيوش لي لايك اذا كان عجبتكم بتبيع على الفيديو وتخليو لي باش نقراهم وتشجعوني برشا وبتبيعة إذا كان عندكم أي استفسار خليوا لي كومنتير وأنا نجاوبكم وطبي كما قعد لي كمش نقولكم إن شاء الله رمضانكم مبروك سنين دايما ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم وإن شاء الله نتقابلوا في وصفات وباش حاجات في رمضان إن شاء الله بسلامة